مثل ما بتعرفوا بحلب عشنا حرب كثير صعبة والشر كان كبير، ولكن هالشر اللي صار ما فقط صار على الحجر وإنما كمان على البشر. آلام كثير صابت شعبنا والمسيحيين الموجودين، آلام من كافة على كافة المستويات، سواء من الفقر أو من المرض أو من الهجرة بشكل خاص، وبشكل خاص كمان الدمار اللي صاب سواء المنازل أو الكنائس. فنحن اليوم ما بدنا نقول إنه يئسنا من هالحرب، من هالآثار اللي صارت علينا. ما بنحب نقول إنه نحن كمسيحيين ما عاد عنا رجاء، لأنه رجاءنا قوي، هو رجاءنا بيسوع المسيح، هو سيد السلام واللي هو له الكلمة الأخيرة بالتاريخ وبالحياة. ولذلك حبينا نعمل فكرة اللي هي رمزية. نحن عنا سقف الكاتدرائية المارونية، كاتدرائية مارلياس، تدمر، وهالسقف الخشب ما ردنا أن يكون فقط هيك دمار، وإنما يطلع حياة من خلال هذا الموت، هذا من خلال هالدمار. فلذلك الخشب اللي وقع من سقف الكنيسة رجعنا صنعنا وعملنا منه الصلبان الخشبية الصغيرة اللي رح تكون موجودة معكم، وهي تكون بالمسابح الصلاة لحتى تكون وسيلة أنه هالصرخة الألم تتحول إلى صرخة رجاء، هالموت يتحول إلى حياة، لأن المسيح دائما هو قائم من بين الأموات. ونحن كمان منشترك معكم بالصلاة، أنتم عم تصلوا لنا ونحن منصلي لكم، هذا هو جسم المسيح الحي، هي الكنيسة. فشكرا لكم وتحياتنا لكل مسيحيين بولونيا اللي أنا عشت هناك بضعة أيام، وكانت فعلا خبرة كتير قوية إيمانية بالنسبة لي، لأنا شفت إيمان كتير كتير كبير ببولونيا. فتحياتي لكل المسيحيين ببولونيا، ومنضل التحديم بالصلاة، وشكرا لكم.